الصغار، كيف حالكم؟ مبارك عليكم عيد الفطر. بالنسبة لهذا اليوم يا أطفالي، سنتعرف على درسين في حصة الرياضيات. أولا سنبدأ بطقوسنا الاعتيادية، سنحدد معا تاريخ اليوم. البارحة يا أطفالي الصغار الجمعة، اليوم السبت 23 من شهر ماي 2020، وسأحدده معكم بعجالة على اللوح. انظروا هنا يا أطفال إلى أيام الأسبوع، اليوم السبت، قلت 23 من شهر ماي، وهو خامس شهور ميلادية. بالنسبة للفصول 4 يا أطفال الصغار، فنحن لازلنا في فصل الرابع. أما بالنسبة لحالة الطقس، فكما ترون على النافذة الجو مشمس. إذا يا أطفال الصغار، في هذه الحصة سأعرفكم على وضعية الطرح، أي كما تعرفون ناقص وضعية الطرح، أو كما تسمعونه بالناقص. انظروا جيدا يا أطفال الصغار، عندي هنا مجموعة من الحيوانات المتوحشة، سأعدها 1 2 3 4 5 6. هذه عندي هنا 6 حيوانات متوحشة. انظروا يا أطفال، سوف أطرح من هذه الحيوانات 2. إذا كم بقي لدي يا أطفال؟ نعم، 1 2 3 4، بقي عندي هنا 4 حيوانات. هذا هو الطرح، سأشرح لكم أكثر. انظروا إلى هذه الوضعية، عندي هنا 5 أقلام، 5 أقلام، لكن هذا القلم يا أطفال الصغار نفد منه المداد، فرميته في سلة، سأرميه في سلة المهملات. فكم بقي لدي هنا من قلم؟ نعم، لنحسب 1 2 3 4، بقي عندي هنا 4 أقلام. نعم، سأمر هنا إلى هذه لأشرح لكم أكثر. انظروا إلى هذه الصور، عندي هنا شجرة، عدوا معي عدد التفاحات التي توجد في الشجرة، 1 2 3 4 5، سأكتب العدد 5 هنا. لكن هذه الشجرة سقط منها 3 تفاحات، كم سقط من هذه الشجرة؟ سقط من هذه الشجرة 3 تفاحات، فكم بقي عندي في الشجرة من تفاحة؟ نعم، 2. هذا هو الطرح يا أحبائي الصغار، وسننجز هذه الصفحة، الصفحة 68 لمن يتوفى على الكتاب. انظروا جيدا إلى هذا القرد، هذا القرد يمسك كم من موزة؟ نعم، كان عند قريض 4 موزات، سأكتب هنا العدد 4. كم أكل؟ نعم، أكل واحدة. إذا كم بقي عنده من موزة؟ 1 2 3، بقي عنده 3 موزات. نعم، بالنسبة لهذا التمرين يا أطفال، سأحيط العدد الصحيح، سأعد عدد البرتقالات الموجودة في الشجرة، وسأحيط العدد المناسب. مثلا عندما أعد عدد البرتقالات سأحيط عدد 10، عندي 10 برتقالات، كم سقط منها؟ 4 برتقالات، سأحيط العدد 4، ثم كم بقي فيها؟ سأعد عدد البرتقالات المتبقية في الشجرة وأحيط. أما بالنسبة لهذا التمرين يا صغاري، سألصق ما ينقص في كل مجموعة، مثلا عندي هنا جزرات، لكن عندي فقط هنا 5، المطلوب مني 10. انظروا إلى نهاية صفحة الكتاب، ستجدون هنا جزرات، خذوها وألصقوها هنا. إذا كنتم غير متوفرين على الكتب، ارسموا فقط عدد جزرات. أما الآن سأمر إلى الحصة الثانية، التقادم، وكنا قد رأيناه في حصص ماضية. انظروا لأشرح لكم أكثر، عندي هنا يا أطفال الصغار 4 ألواح، وانظروا إلى عدد الأقلام، انظروا جيدا، 1 2 3
ثلاثة أربعة، لكن الأقلام فقط بروجيدان عندي هنا خمس أقلام، هل عدد الألواح بقدر عدد الأقلام؟ لا يا أطفال الصغار، إذا أعطيت كل لوحة قلما سيبقى لي قلم واحد، إذن هنا قد حصلت على عدد ألواح بقدر عدد أقلام. بالنسبة لهذا التمرين أيضا ندور إلى السبورة، عندي هنا قنينات، ندور إلى عدد قنينات واحد اثنان ثلاثة، وانظروا إلى السدادات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا عدد السدادات ليس بقدر القنينات، فقط سأحيد عدد السدادات بقدر القنينات، سأحيد فقط ثلاثة. هل فهمتم يا أطفال الصغار؟ انجزوا أنتم أيضا هذه الصفحة يا أطفالي. بالنسبة لهذا التمرين سأحيد السدادات الناقصة، عندي هنا قنينتين ليس لهما سدادتان، سأحيد فقط اثنان، وبالنسبة لهذا التمرين سأحيد حبات القمح بقدر عدد الدجاجات، عندي هنا أربع دجاجات وعندي هنا سبع حبات قمح، سأحيد فقط أربعة لكي يكون عدد الحبات بقدر عدد الدجاجات. أما بالنسبة للتمرين الثاني يا أطفال الصغار، سأصل المجموعات المتقادرة، انظر إلى هذه المجموعة بها أربع أقراص، سأبحث هنا عن المجموعة التي تحتوي على أربع أقراص وسأصلها. أما بالنسبة لهذا التمرين فكما ترون أشرح لكم بعجالة، سألون العدد المناسب، هذه السنجوبة لها أربع سناجب، أربع أطفال، لكن الجوزات لها اثنان، كم عدد الجوز ينقصها؟ لونوا العدد المناسب، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء يا أحبائي.